انتهت العملية الانتخابية والنهاردة آخر يوم من إعادة المرحلة الثانية. إيه الاستراتيجية المفروضة عند الانتخابات أو بعد الانتخابات؟ وإيه دور كل ناخب بعد ما الناس وثقوا فيه وصوتوا له؟ كل ده طبعا أسئلة مطروحة جدا، أسئلة مطروحة على ضيفنا النهاردة، وهو دكتور أستاذ رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا أهلا بحضرتك ومنورنا. الله يخليك، أشكرك. في البداية عايز أعرف قراءة حضرتك المشهد السياسي والانتخابات بصفة خاصة. شوف يا أستاذة دين، يمكن البرلمان هذه المرة يعتبر أخطر برلمان في تاريخ مصر على الإطلاق. صحيح. البعض بيتخوف منه، لأن ما عادش عندنا ما يسمى بحزب الرئيس أو حزب الأغلبية أو حزب الذي يمثل الدولة، وأصبح الجزء الأكبر أو الكتلة الأكبر داخل هذا البرلمان من المستقلين. يعني البعض اللي كان بيشوف توجيهات الحزب الحاكم لممثليه داخل البرلمان أو داخل ما يسمى مجلس الشعب السابق ما عادتش موجودة. طب توجهات الجزء الأكبر من هؤلاء المستقلين تجاه الحكومة وتجاه الدولة، هل هتكون مساندة للحكومة أو مثبطة لجهود الحكومة، ويتخانقوا مع بعض ويختلفوا في الرؤى وما يكونش فيه ترتيب وتنسيق فيما بينهم بالنسبة لمناقشة مشروعات القوانين أو القضايا المختلفة. لكن أنا من وجهة نظر الشخصية متفائل بهذا البرلمان عكس وجهة نظر الآخرين المتخوفين منه. ليه؟ طب حضرتك متفائل ليه يا فندم؟ ليه؟ لأن إحنا في مرحلة في مصر عشنا 4 سنين وشوية من أخطر مراحل مصر على الإطلاق. كل مواطن في مصر كان مهموما بما يحدث في مصر بدءا من 25 يناير وانتهاء بثورة 30 يونيو وما تواجه مصر الآن من عمليات إرهاب ومحاولة إضعاف الدولة وإسقاطها بأي شكل من الأشكال. فالمواطنين عندما أو الناخبين عندما ذهبوا إلى صناديق الانتخابات كانوا بلا شك بيريدوا أن ينتخبوا ممثلا في البرلمان يعبر عن آمال عن آمالهم وطموحاتهم تجاه البلد في المقام الأول، بالإضافة إلى يعني آمالهم لخدمة الدائرة من قبل هذا النائب. نمرة 2، أكيد كل نائب من الذين نجحوا في البرلمان ودخلوا سواء كانوا من المستقلين أو من ممثلي الأحزاب المختلفة بلا شك عاشوا هذه الفترة وتفاعلوا فيها تماما ويريدون أن تقف البلد على أقدامها بشكل جيد، ولهذا سيعملوا بشكل كبير جدا لمساندة الدولة في أن تزيد نسبة التنمية وترتقي هذه الدولة وتجب. هنا مش هيمنع أن تكون هناك معارضة قوية داخل البرلمان. صحيح. بل بالعكس من مصلحة الحكومة أن الحكومة اللي عايزة تنجح. حضرتك شايف أن نسبة المعارضة كبيرة في البرلمان السنة دي؟ هتكون معارضة، بس هنا معارضة موضوعية. يعني مش معارضة بتوجيهات حزبية أو اتجاهات مجموعة معينة. المعارضة قوية من مصلحة الحكومة أن تكون هناك معارضة قوية. ليه؟ المعارضة دي تعتبر العين بتاعتي على كل قضايا ومشكلات المجتمع. صحيح. عيني أنا كحكومة. وبالتالي إذا كانت المعارضة بتوضح لي بعض النقاط السلبية أو المواقف أو المشروعات اللي فيها تأخر أو المشروعات الفاشلة أو مظاهر الانحراف في أي مكان، شيء طبيعي الحكومة هتبدأ تتحرك عشان تعالج هذه السلبيات. فهنا من مصلحتي كحكومة وكدولة أن تكون هناك معارضة قوية عشان يبقى أبدأ أشتغل صح. طب حضرتك برضو بتفسر إيه نسبة الإقبال الضعيف في المرحلة الأولى وفي المرحلة الثانية؟ هو البعض بيقول ضعيفة، أنا بقول مش ضعيف، وهفسر لحضرتك وجهة نظري في الحتة دي ليه. نعم هي ضعيفة مقارنة بآمالنا وطموحاتنا كمواطنين إن بعد أكبر ثورتين في تاريخ البشرية إن تكون المشاركة في الانتخابات من قبل المواطنين أعلى بكده بكتير. قد تصل إحنا كنا نطمع إنها تبقى 60 و70%. ليه؟ لأن ما دام مصر حصل فيها ذلك يبقى هيتجه المواطنين إلى صناديق الانتخابات لاختيار ممثليهم داخل أخطر برلمان في تاريخ مصر. لكن عندما تكون نسبة المشاركة في حدود 25 يمكن ارتفعت في بداية المرحلة الأولى تانية لحوالي 30%، ده مش اللي كنا نطمع ونطمح إليه. لكن نسبة المشاركة الحقيقية هذه التي تمت
مقارنة بكل نسب المشاركة الحقيقية التي كانت قبل ثورة 25 يناير نسبة عالية جدا مقارنة بي. أنا اشتركت شخصيا في تغطية الانتخابات بتاعة مجلس الشعب عشرات السنين قبل 25 يناير 2011، كانت نسبة المشاركة الحقيقية وبكررها مرة أخرى لا تزيد عن 5 إلى 7%، وكان كل البيانات التي تصدر من قبل الدولة بنسب غير ذلك بيانات مزورة، وبالتالي كان مجلس الشعب نفسه نسبة التزوير فيه كانت واضحة، وهي أحد أسباب ثورة 25 يناير. طبعاً معلش أنا متأسفة بس نستقبل تليفون من الأستاذ محمد عمر وهو رئيس تحرير أخبار اليوم، مدير تحرير أخبار اليوم. أنا متأسفة أستاذ محمد، صباح الخير أستاذ محمد، صباح الخير، سامعني؟ هنحاول طبعا هنحاول نتصل مرة أخرى. طب يا فندم، مين الرقيب على نزاهة ومصداقية أعضاء مجلس الشعب؟ ضميرهم أولا والشعب ثانيا، الشعب اللي اختارهم، لأن ضميرهم، لأن ده نائب أمة مش بيعبر عن ذاته ولا عن الدائرة التي تم انتخابه ليمثلها داخل البرلمان، ده نائب للتشريع ولرقابة الحكومة. نعم، هو من مهامه أيضا أن يقدم بعض الخدمات للدولة، لكن لابد أن يكون نائبا معبرا عن الدولة بشكل جيد، وبالتالي عندما يقدم نفسه داخل البرلمان وللمواطنين الذين انتخبوه بشكل جيد بأفعاله ومشاركته الحقيقية وموقفه الواضح، بلا شك سينجح في المرات القادمة. لكن إذا لم يقنع الناخب الذي انتخبه ولم يشارك بشكل جيد وكان مثبطا لطموحات الدولة، أعتقد لن يرى مكانا له في البرلمان. بعد الموقف اختلف تماما، المواطن أصبح همه أن هو يختار نائب معبر بشكل جيد عنه وعن مصر داخل هذا البرلمان، وأصبح المواطن البسيط أستاذ دينا اللي ما يعرفش يقرأ ويكتب يتحدث في السياسة وفاهما فيها يمكن بنسبة كبير جدا، لأنه عارف المشهد بشكل كويس جدا، ما عادش يعني سلبي ولا يفهم شيء في ما يحدث في ده، كل حديث الناس عما يحدث في البلد في سواء في المجالات السياسية أو الاقتصادية أو الحزبية وخلافه، وبالتالي النائب عليه دور كبير جدا عشان يثبت ذاته داخل البرلمان ويقنع من انتخبوه أنه كان يستحق فعلا هذا المقعد داخل البرلمان. في قراءة حضرتك فعلا المشهد السياسي وفي وجود انتخابات برلمانية، وزي ما حضرتك قلت أنه من أخطر البرلمانات في تاريخ مصر الحديثة، نعم، حضرتك أشرت لنقطة مهمة جدا وهي المستقلين، ويمكن دي كانت مفاجأة. فلو هنتكلم على فكرة فوز المستقلين والمفاجأة اللي حصلت في البرلمان السادس، لأن كان في أقاويل كتير جدا بتقول إن البرلمان ده هو تكرار للبرلمان اللي فات، وفي أعضاء من الحزب الوطني وفي أعضاء من يعني وجوه متكررة. ففكرة وجود الشباب دلوقتي مستقلين، هل ده ردا على إن البرلمان ده مش تكرار للبرلمانات السابقة؟ لا، هي مش مفاجأة ولا حاجة، لأن طبقا لقانون الانتخابات المفروض 20% من مقاعد هذا البرلمان عن طريق القائمة المغلقة، ودائما القائمة المغلقة بتبقى لممثلي الأحزاب. نعم، القانون سمح لممثلي الأحزاب أن يتم ترشحهم على مقاعد المستقلين، لكن كمستقلين ما يترشحش لأنه ممثلا للحزب، وسيظل في البرلمان مستقلا بصرف النظر على أنه ينتمي إلى حزب من الأحزاب. تجربة الأحزاب يا أستاذة دينا كشفت عن ضعف تواجد الأحزاب في الشارع المصري بشكل كبير جدا، حتى مع وجود أحزاب موجودة من قديم الزمان. تعرف يعني حضرتك عدد الأحزاب اللي عندنا في مصر دلوقتي كم؟ 105 حزب. عدد من دخلوا الانتخابات البرلمانية حوالي 44 حزب رشحوا ممثليهم في بعض الدوائر. أنا أتحدى أي رئيس حزب من هؤلاء من 105 أن يذكر لي أسماء هذه الأحزاب، مش البرامج بس. صحيح. الأسماء بس مش البرامج. فما بالك بالمواطن العادي اللي هينتخبني أو ينتخبك بناء على برنامج الحزب اللي أنا بنتمي إليه. صحيح. هو هينتخبني في النهاية بناء على معرفته الشخصية بي، بناء على تواصله معايا.
أو ينتخب إني عشوائيا. ما دي يمكن حاجة فعلا السنة دي كانت واضحة جدا إن الناس مش عارفة مين ينتخب، مش عارفة مين المرشحين، مين المرشحين، برامجهم إيه، يتم الاختيار عشوائي، وبقت الناس تكلم بعض في التليفون. نعم. تسأل طب أنتخب مين، طب أعمل إيه، طب مين دول. كثيرا من الأحزاب حاولوا يضموا بعض الشخصيات المعروفة في دوائرهم المرتبطة بهذه الدوائر نظرا للعصبيات المحلية والقبلية وخلافه، ويضموهم ليهم على أساس أنهم أعضاء في الحزب عندهم حتى يدخلوا البرلمان بنسبة هؤلاء المرشحين بالنسبة لأساس عشان يكون لهم تواجد. إنما من جواهم، جوا هذه الشخصيات، لا مؤمنين بالتجربة الحزبية ولا داخلين البرلمان على أساس أن يكونوا معبرين عن هذا الحزب. ولكن البرلمان الحالي فرصة كبيرة جدا لهذه الأحزاب أن تتواجد في الشارع المصري وأن تكون على اتصال مع الناس. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، عشان التجربة الحزبية تنجح لابد كل هذه الأحزاب معظمها يتآلف مع بعض، بمعنى كل 20-30 حزب مع بعض أفكارهم قريبة من بعض يكونوا كتلة حزبية واحدة وتكون مسمى جديد، وبالتالي يكون في النهاية عندي 3 أحزاب أو 4 أحزاب. صحيح. قوية زي ما هي موجودة في التجارب بتاعت الدول الغربية المتقدمة، مش بكتر الأحزاب. يعني في أمريكا كم حزب عندي، ولا في بريطانيا، ولا في فرنسا، ولا في إسرائيل جنبنا، ولا حاجة. عدد أحزاب محدود، محدود لها بالزبط. برامجها ولها. صحيح. ممثليها، وفي تجربة حزبية جيدة. فأنا عندي في أمريكا حزب الجمهوري والحزب الديمقراطي، أو في بريطانيا حزب العمال وحزب المحافظين وحزب الأحرار فقط. يعني بقية الأحزاب الأخرى الصغيرة مش هتبقى لها تواجد. أنا مجموعة الأحزاب استحالة أن يكون كل واحد من 105 حزب له برنامج مختلف عن التاني. طبعا. إما يكون 30-40 واحد يتجمعوا فيه، بس يكون عندهم إيمان وقناعة أنهم فعلا عايزين يكونوا كتلة حزبية قوية تتواجد في الشارع المصري وفي البرلمان، وبالتالي يكون عندنا تجربة حزبية ناجحة. هي فرصة كبيرة لهم هذه الانتخابات البرلمانية المرة دي أن يتواجدوا في الشارع المصري ويكونوا مرتبطين بالمواطن وبهموم المواطنين. إذا نجحوا في ذلك هتنجح عندنا التجربة الحزبية، وقد يحدث عند تعديل الدستور أن يتغير نظام الانتخابات، وبدل ما يكون 20% من القوائم اللي بيراهن عليها دايما الأحزاب في دخول البرلمان على القوائم، لأن تكاد تكون هي الوسيلة الأنجع لهم لدخول البرلمان، بدل ما تبقى 20% تبقى 50% قوائم و50% للفردي، وبالتالي تزداد قوة تجربة الأحزاب في مصر. أستاذ رفعت هرجع لحضرتك مرة تانية، وعايز أعرف دور الأحزاب في الفترة القادمة، بس خلينا نستقبل تليفون من مراسل الفجر أستاذ محمد نبيل في الأليوبية. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم. يا ريت حضرتك تنقل لنا اجواء الانتخابات النهارده في الاليوبيه، ويا ريت كمان امبارح لو تقدر. والله النهارده فتحت صباح اليوم اللجان الانتخابيه بالاليوبيه، واعدادها 9 لجان عامه بالاليوبيه، من بعد حسم دائره كفر شكر بعد وفوز المخرج خالد يوسف واحمد بدوي بمقعد طوق، ومنتظر اليوم أن يدلي 2,735,000 ناخب بصوتهم في الانتخابات في جولة في اليوم الثاني جولة الانتخابات البرلمانية بعد منافسة 42 يتنافسون على 23 مقعد بعد حسم مقعدين السابق ذكرهم. طب ملاحظة حضرتك يا فندم امبارح كمان، المشاركة العامة للانتخابات 10% في اليوم الأول. طيب يا فندم بنشكر حضرتك على تواجدك معنا، واليوم فتحت جميع اللجان ما عدا لجنتين بالخنكة والعبور بسبب تأخر القضاء. طب هل رصدتم أي انتهاكات أو ممارسات من قبل بعض الناخبين أو انتهاكات؟ الانتهاكات تتمثل في الرشاوى الانتخابية والدعاية أمام اللجان. يعني كان فعلا في ظهور زي ما بيقولوا للمال السياسي يعني. في ظهور المال السياسي بشبرا الخيمة وشبين القناطر والقناطر الخيرية. طيب يا أستاذ محمد بنشكر حضرتك. ومشاجرات أمام اللجان. ده أبرز اليوم الأول. طيب أشكرك. في اليوم الأول. أشكرك يا فندم على مداخلتك معنا. أشكرك. شكرا. خلينا نتكلم بقى يا فندم عن دور الأحزاب في الفترة القادمة.
دور الأحزاب زي ما أشرت إذا أرادوا أن ينجحوا وينجحوا التجربة الحزبية في مصر أن يتآلفت كل مجموعة أحزاب مع بعضها ويكون لها رؤية وبرنامج واضح، وبالتالي يستطيع المواطن أن يفرق ما بين هذا الحزب وذاك. نمرة اثنين، أن هذه الأحزاب تعمل بشكل جدي وحقيقي من أجل مصلحة مصر وليس من أجل مصلحة الحزب. بمعنى إذا كانت الحكومة مجيدة في مشروعات معينة لابد أن أقف بجانبها وأساندها، مش لمجرد أن أنا حزب معارض أن أشوه دائما في كل إنجازات الدولة حتى لو كانت ناجحة. أما إذا كان هناك نوع من التقصير ونوع من التأخر في عملية الإنجاز يكون لي موقفا واضحا معارضا للحكومة ودافعا لها لإصلاح هذه الأخطاء بتاعتها. هنا هيقتنع المواطن أن موقفي أنا كمعارضة موقف موضوعي من أجل مصلحة بلد وليس من أجل مصلحة حزب. فإذا نجحت الأحزاب هذه أن تكون هذه الكتل الحزبية القوية في مستوى المشهد السياسي في مصر بشكل عام، سيختفي كثير من مسميات الأحزاب اللي عندنا دي، وبدل ما يكون عندي 105 حزب يكون عندي 5 كتل حزبية قوية، ما نتصارعش فيما بيننا مين يبقى الرئيس ومين يبقى نائب الرئيس مين كذا. إنما ما هو ده سبب وجود هذا العدد يا أستاذة دينا. طبعاً. لو كنا احنا يعني بننظر لمصلحة بلد مش لمصلحة شخصية ما كانش واقعنا هو الواقع الحالي، ودي لاحظناها في تكوين القوائم بالمناسبة. صحيح، أنا افتكرت كمان يا فندم المشهد اللي جه في بالي دلوقتي، يا إما كان في تحالفات أو شبه تحالفات بالضبط ما بين القوائم. كأني يعني لا إحنا الأول لا نتحط اسمنا في كذا، أنا مش عارف يا سيدي الفاضل كون قائمة بشكل جيد. يعني مصلحة البلد كانت المفروض إنها تكون في المقدمة عن المصالح الشخصية دي كلها. كل حزب معتقد أن هو متواجد في الشارع وأنه له جمهوره. صحيح. ومش معلن الحقيقة المرة إن عدد أعضاء أو المواطنين الأعضاء في هذه الأحزاب طبقا للبيانات الرسمية في وزارة الداخلية كلها 105 حزب لا يزيد عن 1,000,000 مواطن. طب خليني سريعا عشان قدامي دقيقة، حضرتك تفتكر إيه أهم الملفات اللي هتكون مطروحة أمام مجلس النواب الجديد وهتكون على أولوية جدول أعمالهم؟ الملف الاقتصادي والملف الأمني وملف الصحة وملف التعليم. صح. الأربع ملفات دول هم أهم ملفات هيبدأ يطرحهم البرلمان للمناقشة والدخول فيهم بجدية لإصلاح هذا الوقت. معايير نجاح أعضاء مجلس الشعب. العمل من أجل مصلحة مصر وليس مجرد خدمات لأبناء الدائرة، وأن يكون نقده ومعارضته موضوعية من أجل مصلحة البلاد وليس لمجرد الظهور أنه معارض لمجرد المعارضة. أستاذ رفعت، أنا كمان سريعا عشان عارفة أن في ناس كتير جدا ممكن تكون متخوفة من البرلمان اللي جاي، ممكن في ناس كتير جدا مش راضي عن المرشحين ومش راضي عن الأعضاء الموجودين في البرلمان، بس عايزة نظرة تفاؤلية، ولو نقدر نقول أن دي ممكن تكون تجربة لبرلمان آخر قادم. هتبقى تجربة لبرلمان آخر قادم أفضل من البرلمان الحالي. نعم، إن جزء ليس بالقليل من أعضاء هذا البرلمان ليسوا على المستوى الجيد الذي نأمله، لكن نحن الذين اختارناهم ونتحمل عملية الاختيار، المرة القادمة نحسن اختيارنا أكثر وأكثر. أستاذ رفعت فياض مدير تحرير أخبار اليوم نورتني وبشكر حضرتك جدا. شكرا. أنا ببقى سعيدة وأنا مع حضرتك جدا. شكرا يا أستاذ دي. أتمنى لك يوم سعيد. شكرا أستاذ دي. فاصل سريع ونكمل معاك وبقى فقرات نهارك سعيد، فخليكم معانا.